إلى أخبار الرياضة، حيث توج المنتخب الوطني للسلاح سيف المبارزة بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم بالبحرين تحت 20 عاما ليواصل تصدره للتصنيف العالمي في إنجاز تاريخي. كما حصدت مصر ميداليتين عالميتين في رياضة السلاح، أحرزهما كل من فرح محفوظ التي توجت ببرونزية كأس العالم للشابات تحت 20 سنة بأوزبكستان، ومحمد ياسين المصنف الأول عالمياً ببرونزية كأس العالم سلاح سيف المبارزة ناشئين.